عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناه سينجا بينجا. كما وعدناكم جديد ديما الجديد ان شاء الله. اليوم قمنا بزياره لمدينه قنيطره، مشينا جبنا شي كليبات، عيطنا واحد الفان ديالنا، خدينا كلب ديال مارينو، شاربوني الله يدير الخير، وبياسه ديال ستاف طيحها اون شالور اللي بغى الف مرحبا، وخدينا عاوتاني واحد الكلب ديال الصيد، شي حاجه ما نعاودش ليكم والله ما نكذب عليكم، دارين الله يدير الخير. بالنسبه للناس محبي قناه سينجا بينجا راه كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينه، وحتى للناس اللي كيتابونوا معايا مرحبا بكم، وديديكاس سبيسيال الجاليه المقيمه باوروبا او بالخليج، راكم عزاز وغاليين وها لايك ديالكم، تبارك الله عليكم. وما نساوش ما نساوش ما نساوش الناس العيون، راكم عزاز وغاليين، والاخ بوجمعه راك عزيز وغالي، تبارك الله عليك. بالنسبه للناس الخوت اللي كيتابعوا قناه سينجا بينجا، راه ديما الجديد اللي عجبته شي بياسه اتصل باخ عمر، مي اش نقول لكم الفيديو راه فيه غير شويه فلوقات قلال، ولكن قلت نلوح على خوتي والاحباب ديالي يتفرجوا معايا. ويلا تفرجوا، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخوان متبعين قناة سينجا بينجا، بغيناكم تمتعوا معنا في الديكور طريق الى قنيطرة ان شاء الله. دري واش راه مزك هان الله الله طبيعة رجعت كتخضر ان شاء الله، اللهم بارك هان وي وي الله يدير الخير وجمالك جمال، يا سلام على الطبيعة الله يبارك. خاطر الناس محبين قناة سينجا بينجا، ديديكاس سبيسيال خرجة ديال الرباط غادي ان شاء الله. الله اللهم بارك الله يبارك تهنايا الوالدة، كلشي على الميمة خاطر الميمة والميمة تسقاد على الميمة والحاجة السعدية الله يبارك وبعد الإحساس عليه ميمته لا خليها لي ديديكا سبيسيال خليها يهز عليه ميمته الله يخليها ويطول لها في العمر شوف الله يبارك انا الخوت شوف الما تبارك الله اللهم بارك الطبيعة الطبيعة بدات كتخضر تبارك الله الزربية ديال الله سبحانه وتعالى تفرشات اللون الأخضر اللهم بارك طالع مع العقيبة يا عقيبة خاطر الناس محبين قناة سينجا بينجا كنهديكم الهوندا اش الصوم الله يدير الخير واحد بقينا مسالة شوف شوف الله يبارك الو انا السلام عليكم زلكي دلكي دلكي انت مخوت اخو كنشد الطرقان ديما بالنسبه للناس اللي عندهم شي بورتي عندهم شي بياسه بغا يبيعها الف مرحبا هاد الفلوق بغينا نشدو لكم باش تشوفوا الطبيعه في المغرب تبارك الله كي دايره شويه بالجد باش نسمع خويا سمعتي دريويش راه موضر مع التليفون يا نعم خويا السلام عليكم خويا تبارك الله انا في الرباط ما كاينش حتى بزاف حال صافي تبارك الله انتم السميت في الترينر في السميت كاين لا في مومن كاين في مديونه مديونه كاين مديونه مديونه وبوزكورة كاين في ترينر مديونه لو بغيتي مديونه وكاين الرحماني في كازا سيدي ما تهبط المدينه الرحماني الرحماني باستور حدا الباستور حدا الباستور هادي راه 150 درهم شوفي كنت شحال عنده تبارك الله الاخوان شوفوا الشهرين اول جلبه ياكي وانا بغيتكم تعيشوا معنا هذه اللحظه صار 150 درهم شي تبارك الله الله يبارك شوفوا واحد 150 ما تفوتيهاش ليه شوفي شوفي ملي تدخلي عند الفيترينير كل شدي في يدك يدوب ليك بلا في يدك ما تحطيش فوق داك الفايس اللي كاين عنده. كاين الباربو كاين المرض. هذاك الفايس كيجيبو كيشدو هما الكلاب كيداويو تم المرض. اخوان كما كتشاهدوا كنتواجدوا في مدينه القنيطره وليسر الله ناخذوا هاد البياسات ها هما كما كتشاهدوا معنا بياسه ديال سطاف
طيح اون شالو وكاين هاد المالينوا انتيوا ها هي الدم ديال الكايزر ديال الدريويش واصل حتى للقنيطره الله يبارك ها هي كاين هاد الصطافه ها هي هادي خديناها الله يسهل وهاد المالينوا اش اش البياسة هاي الله يبارك سكت سكت البياسة إلا سخر الله أما شتي ديك المالي وتي بغات تزكا خاصتا البياس الله يبارك خاطر الناس قنيطرة البياس الله يبارك كيما كتشاهدوا معانا البياس الله يبارك شحال عنده في العمر هذا؟ جاي العام تبارك الله أسي أسي البياس تبارك الله مشي عرفت خاطر الناس متبعين قناة سينكا بينكا كما كتشاهدوا كنسافروا باش نجيبوا لكم بياس وباش نولعوكم معانا البياس هادي سر الله ناخذوا هاد النتيوة هادي ها هي شتوها سميتها دونا وهاد الذكر هذا الذكر ديال المارينوا هاد النتيوة الله يبارك طلبوا الله الله ييسر زكي على فريق اخوان كيما كتشاهدوا معنا اخوان كيما كتشاهدوا معنا هذا احد الموالع في مدينه القنيطره تبارك الله راه موالع الناس تبارك الله زعما هاني شوف البياسة كي دايرة الله يبارك العافية اش هذا اخويا يقول لها تزكى ها البياسة الله يبارك ايوا ايوا شي من رسالة الاسم ديالك اخويا عبد الجليل اخويا تحية لسي عبد الجليل وفي مدينة القنيطرة السلام عليكم خويا عبد الجليل تبارك الله عليك شكرا على الاستضافة الله يخطيك الله يحفظك البياسة الله يبارك وزيارة افيك سيو دريويش كيما كتشهد من البياسة لا بلا ما تخرج اخويا ياك شوف شوف لا لا قبيحة 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 خليها 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 شنو تبيع بياسة عسي بياسة اللهم بارك هان مالي بدا بصح ولكن ما بغاش يبيع ولا معاه تبارك الله جينا ناخذ هذا البونتير هذا ها هو البيا كي ديا تبارك الله البياس اي اسي 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 سيدي الاخ عبد الجليل تيليكوموند تبارك الله اللهم بارك كاينين الموالي في مدينه قنيطره وتحيه للناس قنيطره من هذا المنبر هذا شكرا خويا عبد الجليل الله يخطيك تبارك الله عليك الله يخطيك الله يحفظك على البياس اللهم بارك شو هضر مع مولاك كاين دريساس تيري كوموند اللهم بارك اليوم انا بهاد البونطيرة هادي ورا بغينا ناخذ بعد هاد البونطيرة الى سخر الله وما تنسيو ما بغاش يبيع علينا اخوان كما كتشاهدوا معنا حنا في لوطوروس الدخلة ديال الرباط يلاه جايين مدينة قنيطرة واخا تعطلنا شوية ماشي مشكل ولكن الحمد لله يسرنا الله سبحانه وتعالى خذينا واحد الكلب ديال الصيد وخذينا واحد مالينو واحد ستاف نسأل الله تسير ان شاء الله كما كتشاهدوا معنا هذه البطولات ديال الرباط نتيوا بها انا وجبت بنت كايزر واحد النتيوا ديال الاخ عمر درويش كان فايت بها بنت كايزر وخذاها دابا الله يسر ليه واش غدير راه كنجريو لكم على البياس باش نلقاو لكم والله العظيم بالله هانتوما كتشوفو جينا قبيله بنهار دابا بالليل ولا اله الا الله ايوا السلاك شكرا للجميع هاي يا خويا دريويش شكرا للجميع كبير وصغير الله يحفظك خويا دريويش الناس مولوعين والناس ديال السوق تاعهم هما كلهم ياك واحد 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 ودي الديكاس الناس القريعه
بالدار البيضاء يقدم لكم دريويش تحية واحد واحد والله يدير الخير. نتمنى من الله يعجبكم الفلوق وتساندونا بلي لايك واللي ما بابونيش تابونا مع سينجا بينجا وسمحوا لنا على الدرايم هذه أم العز أم عزة أم عزة الله يدير الخير. هذا شنو ناخذوا في هذا أم عزة؟ ناخذوا واحد البولدوغ إلى ساعة الله ندخلوا دابا مازال باقي عندنا سلعان ناخذوا واحد البولدوغا إلى سخر فيها الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون خير.